شفت ازاي سميحة زي ما انت شايفاها كده دلوقتي. يعني انا سميحة بالنسبة لي نقطة من اول السطر. ردود الافعال بقى اللي خضاني قوي، يعني الناس في الشارع بتكلمني بطريقة سميحة ورباح، فده رعبني. يعني انا بقيت بعمل كده، عارفة؟ بس الحمد لله ده نجاح، وانا الحمد لله مبسوطة جدا ان تعبي ما راحش، وان اللي جاي ان شاء الله هيبقى اكيد احسن من ده، اكتر من كده بكتير، عندي لسه كتير. لا ما اتبسطتش بصراحة، بس انا بتشتم بس، يعني كل حاجة بقراها بقوم راجعة مش عايزة اشوف. بيشتموني، بيحبوا عرب جدا، فبالنسبة لهم سميحة دي هي اللي مدمرة الدنيا، هي اللي هي السبب في كل حاجة بتحصل. لا مفيش كومنتات بسطتني كلهم، بس في ناس بقى بتحبني، يعني في ناس عارفة دنيا من الاول فبيحبوا عشان عارفين الدنيا ده تمثيل في الاخر، بس الحمد لله ده نجاح برضو. لا ما كرهتهاش خالص، بالعكس بحبها قوي، وما ينفعش اكرهها، ما ينفعش العب شخصيه واكرهها. اكرهها دي يبقى انا مش هعملها زي ما انت شايفاها دلوقتي. فلا بحبها جدا بالعكس، بحسها بنتي قوي، انا اللي بنيتها وانا اللي خليتها لحم ودم وانا اللي رسمتها، فبالنسبه لي لازم تبقى شخصيه لازم احبها. طبعا انا اكتشفت نفسي بشكل جديد، وحق عرب استيب في حياتي قوية جدا، وبرده بيت الرفاعي استيب في حياتي قوية جدا، والاتنين ادوني خطوة كبيرة قوي، وان شاء الله اللي جاي اكيد هيبقى اصعب. هي من اول حلقة قريتها وانا في البيت كده، طلعت لي بني روحها، طلعت لي على الورق، فكل مشهد على الورق كان صعب جدا ومش سهل. سميحة ما عندهاش مشاهد سهلة، فالمشاهد دي كلها حلوة كلها. انا كنت مفيش مشهد بيعدي كده اللي هو مشهد، وساعات في ممثلين مشهد صغير، اصل انا طالعه ما بقولش فيه غير جمله واحده. لا موجودين طبعا في حياتنا كتير قوي، في الشارع، في حياتنا. انا بشتغل بقالي كتير قوي، فالشخصيات اللي بلعبها في حياتي كلها شخصيات موجوده في الحياه، فبتتخزن. ومفيش شخصيه بلعبها وبخلص الشغل فبتروح، لا هي بتتخزن عندي، فطول الوقت الشخصيات دي بتكبر تكبر تكبر لحد ما بتبقي في مرحله انت فيها اي شخصيه هتجيلك هتعرفي تلعبي، تعملي لها تفاصيل، تلعبيها بشكل احترافي. فانا بالنسبه لي سميحه جات لي من كميه الشخصيات اللي لعبتها في حياتي زي الفل. واحمد من الشخصيات المريحه جدا في التصوير، متعاون جدا في الكلام، يعني لو في مشهد بينا لا نقعد نذاكره، وممكن نلاقي فيه تفصيله احسن. هو يعني ما بيعديش حاجه، طول الوقت مذاكر، طول الوقت فاهم، وطول الوقت حافظ مشاهدي ومشاهدك ومشاهده ومشاهد، فهو مسلسله، فهو لازم فعلا كان يبقى كده. فلا بصراحه شغلي معاه انا بفهمه قوي في الشغل بصراحه. الاستاذ اسماعيل من المخرجين اللي انا بحترمهم جدا جدا جدا، مريح وهادي جدا في الشغل، وعنده تفاصيل، يعني هو اللي اداني شويه التوابل بتوع اللي احطهم على سميحه كده، عارفه؟ فلا استاذ اسماعيل كان طول الوقت مركز معايا قوي، لان هو بيحب سميحه قوي، هو قال لي سميحه بنتي. فطول الوقت لما كنت ابقى تعبانه او خلاص مرهقه او بقع او حاجه يصحصحني، يقول لي مش عارف ايه، ركزي، دور هيكسر الدنيا، ركزي. وفعلا كلامه كان عنده حق. بصي ما كنتش متوقعه ان داليا هتبقى باينه بالشكل الحلو ده، يعني داليا عجباني قوي شكلها، وعجبني قوي تمثيلها وهدوءها، وهي كمان عكس سميحه، فبالنسبه لي الناس تشوفني هنا وتشوفني هنا فتعرف ان انا مش بس سميحه، انا لا انا داليا ومنى وعفاف وكل الناس. فلا داليا برضو من الشخصيات المريحه. انا المسلسل بالنسبه لي عدى من غير ما احس بيه، واتبسطت جدا في اللوكيشن والكواليس بتاعت استاذ امير قرار، استاذ احمد نادر جلال. الشغل مع استاذ امير، اولا احنا ما اشتغلناش كتير مع بعض، بس كنت موجوده في المشاهد اللي بيبقى فيها. قمر بصراحه في كواليسه حلوه جدا، بيحب التفاصيل، يعني يقعد يقول لك ركزي، انت خطيره، انت شاطره، فيديكي دافع كده انك تقدري تعملي المسلسل بتاعك. فبصراحه ما حسيتش ان انا ضيفه خالص، حسيت ان انا بطله من ابطال العمل. واستاذ احمد نادر جلال من المخرجين الملتزمين جدا جدا، وضاف لي كتير قوي بصراحه في شخصيه داليا. واحمد رزق طبعا شخصيه جباره اللي عاملها، انا كنت بخاف منه بجد. فبصراحه كل العوامل كانت مساعداني، وكنت حاسه ان انا في بيتي. الحمد لله انا السنه دي محظوظه،
واللي جاي ان شاء الله اكيد احسن. عايزاكي تكتبي. طيب كل سنه وانتم طيبين، عيد سعيد، ما تاكلوش كحك كتير عشان الكحك بيتاخ. باي باي.